ألف سلامة، ألف سلامة يا فندم، اتفضل، ألف سلامة. بعد إذنك دخلي لي الحالة اللي بعدها. بتقولي إيه؟ واحد اسمه عوض؟ يا نهار أبيض، لا يكون اللي في بالي. بقول لك هو رغاي كده وبيتكلم كتير؟ آه هو فعلا. طيب بقول لك، طب قولي له الدكتور مش موجود. أو أقول لك بصي قولي له الدكتور حاول نسا ولادة، هيخاف ومش هيخش. بتقولي إيه؟ شافني وأنا داخل؟ طب خلاص دخليه، يلا أمرنا لله. حبيبي الغالي، اهلا بيك يا غالي. انا كنت هنا جنبك في كارفور المعادي بفسح العيال شويه، قلت اجي اعدى عليك وابارك لك على عيادتك الجديد. بس ايه الحلاوه دي؟ ايش 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 ايه الحلاوه دي؟ وايه الشهادات الكتيره دي ما شاء الله؟ اهلا وسهلا، اهلا 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 اهلا، وحشني ليك وحشه كبيره. بقول للبنت حالا ده يعني دخليها على طول، ده وحشني جدا. اتفضل اقعد. بس انا زعلان يا دكتور محمد، انا زعلان والله، واخد على خاطر كتير. طب ليه كده؟ خير، انا تحت امرك. ايه ده، جيت احجز عشان اعمل خلاص عمليه الليزك، الاقيها بالسعر الغالي ده؟ ما في حاجات ارخص من كده بكتير يا دكتور، وكلها زي بعضها. طب ده انا لسه عامل بوليوود سمايل دي ودافع قسط في العاصمه الاداريه، وقلت دكتور محمد يعني هياخد باله مني شويه. انا عناية لحضرتك طبعا. بص هقول لك على حاجه، تعال اقعد مكاني هنا وانت هتبقى الدكتور وانا هبقى المريض، وهسالك شويه اسئله وبعد كده هتعرف ايه الموضوع بالظبط. يلا اتفضل. انا اجي اقعد مكانك هنا وابقى اسم الدكتور عوض؟ بجد ما كنتش تحلف؟ حاجه جميله، حاجه جميله. الو، انا الدكتور عوض، دخلي لي يلا الحال. بطل لعب. انا اسف يا دكتور، انا اسف. طب انت حضرتك قعدتني هنا، انا مش فاهم انا هعمل ايه بالظبط. انا فاهمك يا سيدي، انت دلوقتي الدكتور وانا المريض، انا جاي لك عشان تعمل لي عمليه. انت مسؤول قدامي وقدام ربنا انك تكشف عليا كويس، تحدد لي نوع العمليه المناسب، وخلي بالك انت هتعمل لي عمليه يا هتغير حياتي للاحسن يا هتغير حياتي للاوحش. يا سنه سوخه، يعني هفضل مسؤول عنه طول عمري؟ يدعك في عينه وعينه تحمر يقول العمليه السبب؟ لا 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 لا، نو بريشر يا دكتور، نو بريشر، ده الموضوع طلع صعب. طيب دلوقتي يا دكتور حضرتك هتختار لي مركز جديد ولا مركز قديم؟ ده انا اختار افضل واحدث مركز في مصر كلها. دلوقتي يا دكتور انت هتستخدم لي اجهزه فحص وعمليات جديده ولا هتوديني عند جهاز ليزك مستخدم ومتصين قبل كده؟ احدث جهاز ليزك نزل في بره مصر كلها. طب يا دكتور احنا سمعنا ان في ادوات وحاجات بتتحط جوه العين، هتستخدم لي حاجه جديده بتاعتي انا بس ولا هتستخدم لي حاجات متعقمه ومستخدمه مع ناس تانية؟ يا سنه سوخه، مستخدمه قبل كده ازاي؟ احدث حاجه بتكتها بورقتها لكل مريض ويدفع ويكلف، هي مش عمليته؟ هي مش في الاخر هتعود عليه؟ افضل حاجه لكل مريض ويفضل يتابع في المركز عندي لحد ما تبقى اموره كويسه خالص ويشوف 100%، ولو احتاج تليفوني هديله تليفوني، وهحاول كمان ارد عليه واتواصل مع كل المرضى بنفسي. انا عارف ان الموضوع ده صعب، ده الموضوع ده مستحيل، بس هحاول. اهو كل اللي انت قلت عليه ده اللي احنا بنعمله بالظبط. افضل مراكز في مصر كلها، احدث اجهزه تصحيح، مستهلكات مستخدمه مره واحده بس لعين حضرتك. لو احتاجنا اي اجراء تكميلي فهو اجراء مجاني، متابعات مجانيه حتى تمام الشفاء، وكمان بنرد بنفسنا على كل الناس سواء على الواتساب او على صفحه الشغل او على حتى على اليوتيوب. واللي انت بتقول عليه مستحيل ده اللي احنا بنعمله بالفعل. الله اكبر عليك، والله انا قلت ما فيش غير الدكتور محمد جود. طب خلصنا كده؟ طب سيب بقى الكشف وانت خارج، دخلي لي الحاله اللي بعدها، انا دكتور عوض. اسف يا دكتور، اسف والله بهزر، خليك رويح يا دكتور. ده موبايل وده موبايل. انت ممكن في حياتك تجيب موبايل قديم، ممكن تجيب موبايل جديد، ممكن تجيب احدث نوع موبايلات، وممكن تمسك موبايل عادي، وممكن ما تمسكش موبايلات اصلا، كله هيأدي الغرض. بس لما يكون الموضوع متعلق بعينك وعمليه هتتعمل مره واحده في العمر، عمليه ممكن تخلي حياتك احسن حاجه وممكن برضو تخلي حياتك مش احسن حاجه، فالمفروض هنا ان احنا نوقف. لازم تفكر في احسن حاجه واجود حاجه عشان عينك. التكلفه مهمه بس عينك اهم. سلام.